Yellow tape around his body. It's a fucking homicide. His face is on a t-shirt and his family's traumatized. I didn't even mean to shoot him. He just caught me by surprise. I reloaded my pistol, copy it back and shot him twice. His body dropped down to the floor and he had teardrops in his eyes. He grabbed me by my hands and said he was afraid to die. I told him it's too late, my friend, it's time to say goodbye. And he died inside my arms, blood all on my shirt. Wake up in the morning, I got murder on my mind. هذا الرابر اللي كتشوفوا قدامكم قتل جوج اشخاص والمشكل ماشي هنا. المشكل هو ان هاد جوج اشخاص صحابه وكبروا معاه من الصغر، والطامه الكبرى وهي انه غنى اغنيه على الجريمه ديالو، اغنيه كيعاود فيها نفس السيناريو ديال الجريمه. Murder on my mind. هاد الأغنية دابا راه واصلة لأكثر من 500 مليون مشاهدة، أي يا سيدي نص مليار مشاهدة. بين قوسين قبل ما نبدا الفيديو بغيت غير نقول لكم باللي حتى الفيديو الجاي عاد ندير السحب ديال المسابقة الماضية، وأيضا بغيت نبارطاجي معكم واحد رابر مغربي سميتو غويرو واللي نزل واحد الفيديو كليب سميتو موروكينو، تراك ناضي كليب زوين. غنخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف، دخلوا عنده ديروا ليه لايك تعليق شجعوه باش يزيد يلوح المزيكا، وكذلك راه فريمون دري واعر ويستاهل السيبورت. تلايا في الفالي فهم كلشي كيتبالي داير ماكس مالي مكتوب على الدولار تبزك تو قليل وحرق البصمة ديال اليد وقاسين حلي وانا شريني في بالاس واين دبليو ميلي، واللي الاسم الحقيقي ديالو هو جمال ديمونز، ديمونز واللي كتعني شيطان او شياطين. تزاد في جيفورد فلوريدا والعمر ديالو 23 سنه. واين دبليو ميلي كبر في احد اخطر الاحياء فلوريدا وبدا المسيره ديالو الاجراميه في سن صغير، وهذا واحد الشيء اللي عمرو نكرو، بل بالعكس ديما كيغني عليه في الاغاني ديالو، وكذلك كاع الكلمات ديال الاغاني ديالو كتحمل دلالات عميقه وشي حوايج اللي غريبين، اضافه انه حاول يحرق دارهم فاش كان باقي صغير، بل وكذلك فيد معاه مسدس للمدرسه وهو في القسم الرابع، بل وايضا اعترف انه اول مره تير بسلاح كانت في عمره غير 10 سنوات، خونا من صغره مفربل بالرجوله. فاش كيعرف بنادم هذا كريزي مان. المهم وما حدو غادي وكيكبر وهو كيشوف راسو غادي في جوج طرقان واللي هما الاجرام والموسيقى، كان بالنهار كيسجل الاغاني وبالليل كيخرج يسرق ويكريسي، وفاش وصل لسن 16 تشد بتهمه حمل السلاح واطلاق النار. سيدي فاق واحد النهار ما عليه ما بيه هو يمشي للمدرسه بدا كيتيري في جهه الطلاب، ما كانتش حتى اصابه ولكن طيرها من الناس بالخلع، يعني انت تخيل معايا تقرا يجيب لنا مقاتل فيك بالسلاح، وماشي في امريكان ماشي في المغرب. على اين على ما باليا كما قلت لكم السيد مزعزع من الصغر، عرفتي هذا البلان بعد اللي دار في المدرسه فكرني في الافكار ديال الصغر، تشكون ما حاملش تمشي للمدرسه وكتبقى تقول ديك اللعبه ديال كون كان عندي شي فردي ندخل نتيري في المدير والاستاذه ونعيشوا كاملين مرتاحين. المهم هاد الافكار كاملين كانوا كيجيونا ولكن واين دبليو ميلي كيطبقهم. من بعد تشد عاوتاني بسبب الاعتداء واطلاق النار في مكان عمومي، وفاش كان في السجن بدا كيكتب اغنيه ميردر اون ماي مايند واللي عليها داير هذا الفيلم كامل. المهم هاد الاغنيه غادي نرجعوا ليها من بعد. السيدي واين دبليو ميلي من بعد ما خرج من الحبس اسس مجموعه واين دبليو واللي كتكون من اربع اشخاص واللي هما واين دبليو ساك تشيس، واين دبليو بورتلاند، واين دبليو جوفي. هاد المجموعه خدموا بزاف ديال التراكات ولي ميكس تيب، وما نساوش اهم تراك كان خدمو ميلي وهو ميكسد بيرسوناليتيز واللي كان فيتشرينغ مع كاني ويست، وهاد التراك لعب دور كبير في نجاح المسيره ديالو. This bitch switched up my whole mentality. This girl, she got mixed personalities. One day she's happy. وفي الوقيته اللي كان كل شيء غادي مزيان وكل شيء هو هذاك، في نهايه عام 2018 غادي يطرى واحد البلان واللي غادي يقلب حياه واين دبليو ميلي راسا على عقب. في 26 اكتوبر 2018 غيتم اطلاق النار على اثنان من الاصدقاء ديال واين دبليو ميلي واللي هما انطوني ويليامز الملقب بواين دبليو ساك تشيسر وكريستوفر توماس الملقب بواين دبليو جوفي. والروايه ديال ميلي كتقول ان صحابو كانوا راكبين بثلاثه في السياره وداز السياره اخرى وتيرات فيهم كاملين، ماتوا جوج اللي هما واين دبليو ساك تشيستر واين دبليو جوفي، ولكن واين دبليو بورتلاند قدر ينجا وهو اللي داهم المستشفى ومن بعد ماتوا في الطريق. طبعا دابا كتقولوا في راسكم باللي ملي ما كاينش معاهم هاد راس الحربه يعني ما كاين والو وهو راه ما قتلش صحابو،
ولكن واش في نظركم انا غير جيت ودرت هذا الفيديو ايوا كمل معايا باش تفهم مزيان وسير دابا جيب شي حاجه تاكلها باش تشد السون وانت كتفرج في هذا الفيديو وتفهم القصه لانه دابا عاد تبدا الحكايه. من بعد هذا الحادث واين دبليو ميلي نشر واحد التويت كيقول فيها خداو لي خوتي بسبب الغيره بغاو يشوفوني طايح ولا في السجن العائلات ديال صحابي مازالين محتاجيني. ومن بعد هذا الشيء كامل الحياه غادي تكمل نورمال وفي 2019 يناير غينزل البوم وي اول شاين ومن بعدها بشهر غيتم القبض على واين دبليو ميلي بتهمه حيازه الماريوانا وهنا فين تخادت هذه الصوره واللي دارت بوم في العالم. تخيل معايا انت مجدود وفاش الشرطه كتبغي تصورك كتضحك في الكاميرا وبوجه شيطاني. ومن بعد بعده اسابيع ميلي غادي يخرج من السجن وغادي يكمل حياته عادي ولكن هذا الشيء ما غيستمرش بزاف حيث انه في 13 فبراير 2019 غيتم القبض على واين دبليو بورتلاند وغيوجهوا ليه تهمات تتعلقان بالقتل من الدرجه الاولى وبطبيعه الحال هذا الشيء غيدير بوم في الانترنت وخصوصا امريكا. ومن بعدها سيدي ميلي غيسلم راسه وهنا غادي نفهموا باللي بجوج متورطين في جريمه قتل الاصدقاء ديالهم. واما الاغنيه اللي كنزل واين دبليو ميلي شهرين تقريبا قبل الحادث غادي تزيد شهر والسبب راجع لان تم رابطها بالجريمه اللي وقعت وهنا غادي تكون الصدمه. فاش كتسمع الاغنيه كتحس بحال ميلي كيعاود على الجريمه اللي دار ومع العلم ان الاغنيه خرجت قبل وقوع الجريمه ولكن هذا الشيء كيثبت بان ميلي وصاحبه كانوا موجودين ليها. المهم من بعد التحقيقات غادي يكتشفوا ان ميلي ماشي غير كان معاهم في السياره بل هو اللي تيرا فيهم ومن بعد رتبوا الامر كانه حادث اطلاق نار وبورتلاند ستر على الجريمه كما انه جميع سجلات الطرق متناقضه مع شهاده بورتلاند وميلي وايضا الشرطه اكتشفت بلي ما كانت حتى سياره اخرى من غيرهم في المنطقه اللي وقع فيها اطلاق النار. اضافه ان الرصاص جا من الجهه اللي كان جالس فيها ميلي وهنا غادي تورط ميلي وصاحبه بشكل مباشر والتهمه ثابته وجميع الدلائل ضدهم. بورتلاند غادي يخرج بكفاله قيمتها 180 الف دولار والسبب راجع لانه غير تستر على الجريمه ما قتلش اما ميلي مشى فيها. ولكن مع ذلك ميلي والعائله ديالو ما فقدوش الامل ونفاو هذا الشيء كامل ورفعوا دعوه بان ميلي غير مذنب ولكن محكمه فلوريدا عندها راي اخر قررت تابع المحاكمه وقالت انه ممكن ميلي يتحكم عليه بالاعدام ومن ديك الوقيته هو كيتسنى المحاكمه. ومع ذلك غينزل الالبوم ميلي فيرسس ميلفن وهذا الشيء كيعبر على الشخصيات ديالو بجوج وبين قوسين يخرجوا لنا عاوتاني هذوك اللي كيقولوا واخويا هذا كيدار خرج هذا الالبوم وهو في السجن. مابغيتش نقول لكم بلي راه ماشي هو اللي كيخرج البوم او الاغاني بل الليبل اللي ساني فيها حيت الاغاني ديجا مسجلين. المهم رجعوا لموضوعنا المحاميين ديال ميلي حاولوا ما امكن يخرجوه من السجن واخا غير سراح مؤقت ولكن تم رفض جميع طلباتهم والمحكمه بالرجوله مزيره مع ميلي حيت باينه هو اللي قاتل. واخا هذا الشيء كامل كذلك بقات المزيكا ديال ميلي كتنزل كيف ما قلت لكم فقط غير باش ما ينساوش الناس. المهم في يوم 7 مارس 2022 قد تم المحاكمة ديال ميلي وهنا غادي يبان عنصر المفاجأة واللي هو وثيقة مكونة من 66 صفحة منها وثائق إثبات الحمض النووي وأيضا مقطع الميلي هو داخل السيارة مباشرة قبل وقوع الجريمة. المهم دابا القضية ثابتة على ميلي والحل الوحيد اللي قالوه المحامين ديالو وهو يطلبوا التأجيل بينما تم مراجعة جميع الأدلة. أما بالنسبة للنيابة العامة فراه مازال غتابع ميلي بعقوبة الإعدام إلى تبت عليه كل شيء 100%. أنا في نظري كنظن بأن ميلي قاتل لأن هادشي واضح وضوح الشمس ومع ذلك محكموش عليه ومازال تراجعوا في الأدلة. على أيين شنو في نظركم واش فعلا ميلي دار هاد الجريمة ولا لا ولا كان دارها واش فعلا يستحق عقوبة الإعدام؟ هبط التعليق دابا وكتب لي الرأي ديالك في هاد الفيلم كامل وجاوبني على سؤالي. المهم الخوت وصلنا لنهاية الفيديو لا عجبك الفيديو هبط دابا دير لي واحد لايك اللي كنتي أول مرة كتشوفني هبط دابا دير لي سبسكرايب وفعل الجرس وأيضا ما تنساش دابا تهبط تكتب لي شي كومنتار زوين ولا تصحح لي شي حاجة قلتها غلط. كان معكم إير باترون بيس.